دونك باش نختموا هذيك لا فيديو هذو، انا واش تبعت هذوك لا راديو ام والقهوه هذيك المقهى السياسي تو لونغاج طلعوه من اللي كانوا يسبوا هذا يضرب هذا، هذا ديه لا جوستيس، هذا طيح له، هذا ضربه. المهم كان لونغاج با، وهذا طلعوا اللونغاج فلسفي اكاديمي ميتافيزيقي كلش، بصح لانتيري تاعهم في زوج نفسه، شو واش بغاو يديروا هو نفسه. دونك انا قبل ما ندير الثوره باش ما نديش بلادي للهويه، ندير كيما داروا اخويا. حنايا نتعلموا من الثوره الجزائريه واش دار، الناس كتبوا كلش، اجتمعوا مرات ومرات ومرات، ومن بعد حسبوا باللي يكون هذا مشكل مع هذا مع استعمار لوطون، حسبوا له كلش وقتها يخرجوا. وقتها اسكو عندك دي جون انفيلتري اسكو شفت باش يديماريو كاع، عطناش تاع الليل طلقة الرصاص. دونك هذه حساب تفكير عنده مدة وهما يفكروا ليه. دونك وصلت للمهمة هذاك، من بعد الناس ما فهموش وشنو الثورة هذه، كيما الحراك ما فهموش الناس وشنو الحراك هذا. ومن بعد الناس كانت تجري، هيا اليوم هيا غدوة، نزيد 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 حتى وين وصل 20 مليون هذاك ولا أكثر ولا نفس الشيء. ومن بعد الثورة الشعب قبلها، ومن بعد انخرط فيها. سيفري المستعمر كان يقولهم هادو سيدي تيروريست في الله قام منا منا، بصح كملوا استمروا 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 حتى وين وصلوا لوبجيكتيف تاعهم. ومن بعد ديرون لوبجيكتيف هذا كاع الشعب دخل مع الثورة، ومن بعد لوبجيكتيف من بعد الثورة. اسكو كي نخرجوا هذا المستعمر ولا قبل ما نخرجوه ولا اسكو عندنا حلول؟ دونك ماشي دائما يخرجوا، مي او موان تاع على بالك تسطر واش بغيت نتايا الثوره تاعك. لو كان نقولوا باللي نتايا اللي درت الثوره هذه، دونك حنايا باش نقولوا باللي حنا اللي درنا الثوره هذيك ولا بارتيسيبينا على الثوره هذيك، لازم نفهموا للناس باللي لازم نفهموا للناس باللي عندنا دي زوبجيكتيف، عندنا اهداف. باش لو كان مثلا نتايا هناك مثلا مبادره راهي تخرج، دونك المبادره هذه تروح تنقد واحد المبادره، تقول هذه المبادره مثلا بغاو يديروا هكذا، هاد انت والو ما تقدرش تهضر على اي مبادره، لان المبادرات اللي تخرج من الشعب كل واحد عنده التفكير تاعو. ومن بعد لو بروبليم سيكو حنايا واش المشكله تاعنا، اي واحد يخرج ممكن الخرجه تاعك طلعك تروح تولي بيرسوناليتي، ممكن الخرجه تاعك تولي ما تسواش. على هذا السياسيين كيما مثلا كيما فتحي غراس قالك حنايا دخلنا في الحراك ومن بعد ما بانوش كاع، فضل بومالي قالك دخلنا في الحراك ما بانوش كاع. دونك لا ماجوريتي كاع لي بارتي بوليتيك اللي دخلوا للحراك ذابت في الحراك، ومن بعد كان شي وناس واحد اخرين بغاو يوريو رواحتهم في الحراك، من بعد اللي قطعوا له راسه واللي مثلا يحبوه بغاو هو اللي يكون يتكلم باسم الشعب خلاوه. دونك كي تقول مثلا يا فضل بومالا باللي هذا النظام يبولو على الشعب، اوكي يدير واش بغا، يجوز مثلا القوانين اللي بغا، تقول هكذا نتايا بعبارات مختلفه. بصح انتوما عندي 20 مليون خرجوا للطريق، ومن بعد نلقى 7 تاع الناس نفس الاسماء في كل الصفحات، تولي افيك دي بوستير ندير لهم لا بوبليسيتي باللي هادو الناس هما اللي يمثلوا الحراك باسم من
شكون اللي انتخبك ولا اللي خرجك ولا اللي فوتاك باش تولي نتايا ك شخصية بارزة في الحراك؟ شكون؟ اسكو هذا ماشي تبولو على الشعب؟ لو كان يخرج واحد اخر ما ينتميش الى الكلون تاعكم يقطعوا له راسه، بصح الى يخرج واحد ينتمي الى الحزب تاعكم اي الحزب المجموعه هذيك، لان هذه مثلا هذه ثاني عصابه، اي واحد يخرج من الحراك ما تحبوش ما تحملوش كونداني امور. ومن بعد هذوك الناس اللي راهي تدور في الفيسبوك هي اللي بقات دائما تدور. فضل بومالا، كريم طابو، سمير بالعربي، زبيده سول، بوشاشي، نفس الاسماء. ومن بعد تسقسي شكون انت اللي حطك 20 مليون مستناو هنايا، مي هذا يعني عفوي الناس على بالهم كيف خرجت نتايا وخرج هذا وخرج هذا، لانه كلو الفكره للشعب الجزائري. حنايا نقبلوا هذا، حنايا هذا لي بوستير، حنايا نفوتو على هذا، وحنايا نحطوا هذا كمرحله انتقائيه، وكلو هذا اللي يدي هذا للشعب الجزائري. ومن بعد اي واحد ينوض في الفيسبوك مثلا يشوف هكذا المجموعه هذيك، هو ثاني يخاف يقول لك بالك انايا لو كان نقول باللي ما نقبلش هاد لا ليست هذه ينحيوا لي من الحراك هذا. ما من التفكير الفردي قتلتوه، لان مثلا انايا ننوض نلقى سبعه تاع الناس هما اللي حطوهم نفس لي باج فيسبوك، اي لا باج فيسبوك تلقى نفس لي بوستير. ومن بعد مثلا دير كومونتير انا جي با فوتي يقتلوك من نتايا، ما نخليوش مثلا المبادرات الفرديه يخرجوا. سي سا لو بروبليم، سي كو نتوما تعريف الديمقراطيه هذه عندكم مثلا عليكم فقط. يجي واحد يروح يهضر مثلا يقول لك انايا مثلا ما عجبنيش هذو الاسماء هذو، لسوء الحظ ليكم، وحنا ماذا بينا رانا نضحكوا رانا نشوفوا واش راه صاري. سمير بالعربي يطاكي امير ديزاد، يطاكي زيطوط، ومن بعد هذاك بالدواجي يطاكي سمير بالعربي. هذوك الناس اللي زعما كانوا اونسومبل دون لا ميم سيلول تاع الحبس يقول لك هذاك الشكام تاع العصابه كان يدوموندي الخبز كثار في السيلونه، كان عنده ديزافونتاج كثار باش يخرج باش هذه في السيلونه تاع الحبس، السيلونه تاع الحبس اللي كان فيها الخبز والعدس. ومن بعد تلقى اناس لو تريتمون شوط واحد شكام للعصابه ثم باش يدي لهم مثلا هو كان معاهم يدي اخبارات تاع الحراكيين وهو يعطيو له خبزه زياده ولا العدس زياده ولا هذه في السجن. دونك نتايا يا فضل بوملاكي تهضرني على الذهنيات، باش انت تبدل ذهنيات الفساد هذا اللي ضرب كل المؤسسات كل وين تروح؟ مام لي زيترونجي اللي جاو يعرفوا باللي لازم يخلصوا تشيبا، لازم يكونفليو لي فاكتور، ولا الثقافة على بالهم قراونا. دونك امبوسيبل هذه تولي، لان هذا الوباء هذا ما راكش فيه. انت كي تقول نحي حاجة من الجذر يعني هي حاجة فيزيك، اوكي نوبجي نحيه ومن بعد خلاص نحيه ما بقاش، بصح انت ما على بالكش وين راه هذا الوباء هذا، او يتغير لافورم تاعو او يبدل لافورم. هذا الفساد هذا تلقاه في دارك، في خوك، مرتك، تروح للخدمه، تروح للمسيد، تروح لاي مكان تلقى هذا المشكل موجود.
اختصار على هذا البلدان هذو المتقدمة بغاو يتكيو الحكم الجزائري ولا العلبة السوداء في الجزائر، ما على بالهمش باللي العلبة السوداء هذه ممكن تلقاها في الأسرة، لأن هذا المشكلة 60 سنة 60 سنة خرج من النطاق هذا، من الدولة العميقة والعلبة السوداء والمرادية، خرج إلى جميع المجالات. دونك باش انت تبدا تنقي، باش تبدا تربي اون جينيراسيون، باش دونك لازم اون كونتر بارتي، لازم تشوف الشعب تاعك اسكو يقبل ولا ما يقبلش، اسكو يدخل في هذاك المجال ولا. لان اي واحد في الجيري تكون عنده 1% دار حاجه ماشي مليحه، او نحالو البيرمي ديجا دار الغلطه في الطوموبيل مثلا، لاكسيدون ولا دار لا فيتاس ولا، يحبسوا البوليس ينحيلوا البيرمي يروحوا يسترجعوا بالمعرفة ولا بالرشوة. دونك هذا انسان بسيط. واحد ثاني حاكم هكذا، واحد في لا فرونتيير، واحد كل واحد، واحد مثلا في لي فاليز في البور، واحد. دونك هذا التفشي هذا تاع الفساد هذا لازم نديروا له تقييم باش تنحي نتايا. لازم كل واحد اليوم تقول نتايا ما يقدرش النظام هو اللي يحكم نفسه. انا واش نقول لك، لو كنت تدي كاع الناس للسجن ومازال هذا المشكل يكون، لان الا ما تديرش نتايا كل واحد تعطي له لا ريسبونسابيليتي ليها. خويا الا كنت تسرق حبس، الا كنت دير معرفه حبس، علاه اون كونتر بارتي دير قوانين صارمه معاه. حنا الدولة الجزائرية يدخل السجن بعد تبكي ماه، بعد يوصل العيدة يطلقوه، بعد يوصل ل 5 جويلية يطلقوه. مازال راني عايشين في هذاك لي سونتيمون، الدولة تعاون لي تيرورست اللي شنقوا وقتلوه، طلقوا لهم سمحوا لهم. ومن بعد تزيد العصابة تاع مثلا تاع خليفة يطلقوهم، تاع شاكي بخليفة يطلقوهم، تاع سمي بوتفليقة يطلقوهم. ومن بعد اي واحد يروح يدير غلطه يقول لك انا راح دبر حكم شاكب خالي من بعد حكمني انا. ولات هذه الثقافه هذه خرجت من المستوى هذاك تاع لي بوليتيسيان والمسؤولين والولاتيتو، دخلت ما من الصبيان. تلقاوه يتريشي مثلا يقول له انا حكمتني انايا، الناس راهي تسرق سونطراك وما تهدرش معايا. دونك الثقافة هذه دخلت في قاع الناس. باش تبدل نتايا لازم دير اون ليميت، لازم دير قوانين من اليوم فصاعدا. تطلع للجبل نقطع لك راسك. الارهاب هذا يقول لك خلاص ما كانش العفو، ما كانش دات اليميتي. هذاك اللي سرق دير معاه قانون، هذاك اللي يخدم في لابونك دير معاه قانون. ومن بعد يشوفوا باللي راك صح، ماشي راك تمسخير، ماشي كي تحكم واحد دير له هكذا معاه، ما تزيدش دير هاني وراهم 200 مليار اللي سرق، صرفتهم، ما تزيدش دير هكذا. هاي لك المشكلة وين صارت. دونك انت تهضر لي مثلا، انا هضرت كاع ساعة كاملة راك تضرب في النظام، بصح لقيت باللي لا سوليسيون راهي في الشعب. شكون اللي كسر في الدولة؟ شكون اللي كسر الطوموبيلات؟ شكون اللي سرق طوموبيلات؟ شكون اللي سرق لي تيليفون؟ شكون اللي يرمي لوسخ؟ شكون هادو؟ شكون اللي هم يديروها؟ لو نومبر الكبير راه الشعب. ومن بعد كي بدا الشعب يسلك مروحو، تشوف انت السرقة تبان لك، ولا واحد يبني على طريق مثلا ينحي راسي في هذاك، ياك ماشي الدولة ولا الوالي ولا انت اللي درت، خرجت البنيان باش تبني على طريق، واحد يخرج القضية نتاعو ما على بالوش بالسلطة. يا سي سا لو بروبلام، كي انت الدولة تاعك اليوم مثلا كي تقول على لا نظام، لا نظام ولا الدولة اللي موجودة الآن، ما هي فقط سي تومبورير،
لانهم يخافوا الدوله تاعنا، يخافوا يروح يصدموا اي دخل كاش هذاك باركينغ إليغال، ولا مثلا دير انت لي بوطو هكذا قدام المغازه تاعك، ولا تخرج السلعه تاعك، ولا لازم كل واحد يولي الطريق. دونك كي تخرج له هكذا يخافوا، يقول لك يخرجونا لا بوليس، من بعد لي كاميرا، من بعد الامم المتحده، ما كش يخافوا، لان الدول اللي تقدمت دارت القوه، والقوه احترام، بعد خلاص الشرطه هذيك تولي خلاص دير الخدمه تاعها، ما تقدرش تشري بوليسين تاعها. لسوء الحظ كلش تقدر تشريه، الجوج، البوليسي، المحامي، كلش. دونك هذه الثقافة، هذه هي الحقيقة، هي النظام الفاسد. ومن بعد هذه وصلت تبدا في الشارع، وصلت الى لابيان، وصلت الى لا جوستيس. واحد مثلا كان تلميذ ويشوف هكذا، ومن بعد يولي جوج، طربع على الفساد هذا، دخل بالمعرفة ومن بعد طلع بالمعرفة، بعد يولي يدي تشيبا. اي اللي كيفه دونك، لو كان باتشي بابا هذا، بابات بابا هذا، عمو هذا، الوزير هذا، اي اللي كوين المشكلة اللي صارت. ولا الثقافة نورمال، لو كان ما تخلصش تشيبا في لوبيتال، ما يتهلاوش في المريض تاعك. ايه دونك هذه ماشي مشكلة، هذه وين تروح لي بونك البابي وتمو ليكساد نيسوس، لي فيت فامي تاعك بكري تروح تقدم له مثلا باش يدير لك ليكساد نيسوس، يحطوا الاخر تعطي له 20000، يحطوا الاول باش يسني هذاك الشيفت سيرفيس. دونك رانا في واحد المشكلة اليوم، البلدان العربية هذه اللي راهم يسقيو الديمقراطية كل شيء، او في الشعب وكان كل واحد يحترم روحه، ينقي قدام داره، يتهلا في الأسرة تاعه، مثلا الأساتذة كل واحد يدير الشغل تاعه، نوصلوا إلى قمة العلم، قمة الديمقراطية. كيما وصلوا لهذا لي بي هذا، ما وصلوش لأنهم مختلفين علينا، لأن كل واحد يتبع القانون. ومن بعد هذاك الوزير خرج من لا سوسيتي، يخاف يولي، ما يخاف يدير اي حاجه. هذاك الميليتير، هذاك البوليسي، هذاك يقول له انت يا خرجت من لا سوسيتي، ولا سوسيتي تاعك كانت فاهمه ما تكسرش تو، اي اللي كيفاه انت يا تخرج اناس للمستقبل، بس هنا انت كلش مكسر مهرس في الشعب تاعك، وش بغيت انت يا خرج لك للمستقبل، راك تحوس الديمقراطيه. انا قلت لك الناس راحوا لابوس ما لقاش دراهم، ما على بالوش بالديمقراطية، ما على بالوش بجد لا الدولة ولا الدولة ولا واحد مثلا ما لقاش واش الحليب لولادو، يخرج يكسر لك الدنيا كاع، ما على بالو بالحراك، ما على بالو بوالو، لأن المشكلة هي البطن، الاقتصاد، الجوع. أعطيله دوك انتايا نشوفه مثلا كا حوصلة كبيرة، الشوماج، الحرقة، ايتو وي. دونك كاين اشياء لو كان مثلا الدوله هذيك دارتهم مليحه، ما تكونوش الاشياء هذه سكوندير، كل الناس قاعد تخدم، تنقص السرقه، ما كاش الناس في الحبس، سيفري يعاون، مي باش تصدم انت 20 مليون. من 20 مليون هذه لو كنت تبدا تسقسي واش داروا كاع في حياتهم، تلقى واحد مليون فقط اللي جامي سرق، جامي دار اي حاجه ماشي مليحه. النص تاعهم ارهاب، خرجوا نزلوا من الجبل، واحد مثلا دا الدبلوم تاعه بالمعرفه، واحده كل واحد عنده مشكله تاعه، لا دروغ والمش على حسب. ما نقولوش باللي انبياء هذو اللي 20 مليون اللي راحوا داروا الحيره، ومن بعد الناس هذو اللي راهم يستعملوا كيما انت ايتو وكريم طابيتو، اي حاجه تصرع في الشعب هذاك ممسي هو اللي غلط، لا الحكومه اللي دارت لك هكذا، انت دخلت للسجن
باسكو الدولة اللي بغات تدخل للسجن، لأن المدرسة اللي هي اللي خرجتك لإنسان غير صالح، حتى واحد ما ياخذ لها ريسبونسابيلي. الله يجيب الخير. ومن بعد ان شاء الله بغيت نهضر على، لقيت واحد لارتيكل على استعمال الانترنت والفيسبوك مثلا في الجزائر مقارنة كي نهضروا مع الهند، روسيا، لاشين، لي زيتازوني، باش نشوفوا يعني استعمال الانترنت ممسي في الدول المتقدمة مثل روسيا، الصين الآن، يعني الهند الآن، باش تشوفوا استعمال الفيسبوك ولا استعمال الانترنت، لأن اليوم الانترنت ولات كما نقولوا حاجة يعني بديهية، يعني بسيطة، لازم الواحد يكون عنده الانترنت. اوكي، تهلاو في رواحتكم، بعد ندير كده واحد الحوصلة باش تشوفوا باللي كي تحسب انت لانديس مثلا تاع الديفلوبمون تاع البلاد، باش تشوفوا استعمال لا تكنولوجيتو. الجزائر ب 40 مليون بدات تافونسي شويه مقارنه بالهند اللي عندها مليار و360، ولا الصين ولا روسي. امريكا عندك 100 مليون اناس ما يستعملوش الانترنت، 100 مليون. امريكا المتقدمه ديفلوبمون ما كاش هي حصره، عندنا 100 مليون النص تاعهم ما عندهمش ميم با تيليفون. تهلاو في رواحتكم، الله يجيب الخير هذا مكان.